بس كلام. ملكة قالت لي موضوعك بارد ومفيش منه فايدة. تمام، أرجعي ديري البنزين ولا أرجعي ديري البنزين ولا هذا رفع خشمة فوق من توا. هذا منو اللي تقرب فيه وشنو دار لك انت؟ لا جايبينها في التلفزيون متحقيش فيه انت ولا شنو؟ ردي روح متغريت ريت 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 لا لا والله بصير منها ظلة. هي تعالى قلت لك اخطبني هي ماشي الامور ماشي بالاعمال ماشي. انا عايز اقول لك على حاجه، انا ما اقدرش اتجوز حبيبتي وانا مش قادر افتح بيت. ايوه كده اظهر وبان على حقيقتك، عايز تخلع سنتين. ما هو خلاص، ما انت اكلت وشربت وحضنت وبصت وصلت. الله 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 الله، ده كلام يتقال برضو؟ في ناس قاعده جرالك ايه؟ زوجي تاج راسي زوجي. اوكي، هي وصلت لحاجه، يعني هي زي ما داروا نظريه داروين او نظريه البينج بانج تيري، هي دارت نظريه بتتها ان زوجها تاج راسها. يعني ايه السحور ناكلوا فيه هالبلاكن، وحتى راجلي ونرقدوا مخر، وحتى راجلي ونوضوا مخر، وحتى راجلي وانا حامل حتى احلى تحيه للعائله كلها اللي غفوا لارا وخوله وماما وبابا وخلود ومحمد وميلاد، بحس بروحي نغني في راب وعائلة قرقوطي من هادين اللي بيغني ذوق بصوتك على طول. يا برو ايام الشمشمه ايام الشمشمه نقع نقع دني نقع شمشم ترع كنشمه. شاف نسمع في اصوات غريبه، شاف نسمع في اصوات غريبه. علينا 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 كانك كرعين شد شفي بلي ما 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 نهربوا نهربوا ولا شو نديروا؟ بونسوار للجميع وبالجميع وان شاء الله ربي يحفظكم. وليد قلتها صح ولا؟ بونسوار. داليا دلوقتي نزلت فنانه تشكيكيه، فاحنا عشان نبان قدامها فنانين تشكيكيين فرنساويين لازم نكون بنتكلم فرنساوي كويس. انت كويس في الفرنساوي؟ يعني مش قوي، بميزه قابل كده. كويس. اسماء انا بقى محتاجه تبقى فرنشايه يا سيدي. طيب انت بهجاسيون وانا سولتاسيون. هي والحياه العقليه، فهذا سبب اختفاء. يعني مش بتقولوا مالك وين، قصدي كل حاجه عندي لها عذر. يعني انا ما بغيب، ما بغيبش كده انت، انا بغيب عشان افنن، عشان ارسم، عشان اخطط. انا شغلتي شغله مزاج يا استاذ. يا نورة اسمعيني من صوت التليفون. الو، ايوه مساء الخير، معك عبد الرؤوف. معك عبد الرؤوف. عبد الرؤوف ولا نورة؟ السلام عليك يا اخوي. انا محمد، انا محمد وانا وصال. انت محمد وانت وصال، يعني اختار شنو يعجبك، تبيني نقول لك وصال ولا نقول لك محمد؟ ذكرنا ربنا سبحانه وتعالى وصلينا على نبيه. ايوه، عايزين نطمن بقى الشغل عامل ايه، الحشيش تمام؟ تمام. ايوه زي الفل يا سيدي الناس الحمد لله. اليوم جايكم نتكلم من الناحية العلمية على نظرية البينج باج تيري. شنو؟ على نظرية البينج باج تيري. ها؟ عارف كلام كبير، حتى انا مش فاهمه. مش ضربك ضريحة من قبل، انا مش مخطم عليك بكف. تشرب انت في الحلقة فيه طاسة ولا مش عارفين ايش؟ ها؟ هذا دايكم والله يا قهوة نشرب في قهوة. ها؟ والله لو بصحتي ندوي صح هلبة وندوي هلبة ومش عارف روحي ما نفطرش وجاي يسمع لك ولين. قهوة ولا قهوة؟ أنا سمعت كل حاجة، إني أفهم كلمة ما فهمتش حاجة خالص. صارت في جار يعني خش لي حوش جيرانهم فجو في الليل، يعني فشن تدير أنت؟ يحسبوه بيخنب، قلهم لا والله عندي بكم من جايب ناخده. يعني أقول لهم تمسكوا سراقين من فلاب بروما وقرينتوا وتمرين أعظام. ناخذ تليفون. في مشكلة في المواد، تعرف شنو من كثرة الاتصالات اكيد، لان في هالبنات يتابعوا فينا الاف. ده مشهورة
موفقين ان شاء الله من غير ارتباك ومن غير خوف. انا الاسد. اه الاسد بتاع المنطقه. قعدني فوق يا الاسد. ها وحق الله قطعناهم. ده الاسد. انا الاسد. انا الاسد. اه الاسد. انا الاسد. قول انا ارنب. انا ارنب. قول انا ارنب. انا ارنب. وين الارنب اللي هان؟ مستمعين لما تغيبوا علي شوية ننسى في الصوت عموماً، يعني زهايمر مبكر. هو الأستاذ حلواني دماغه فوتت شوي، حالة من حالات الجنون المؤقت. ما تقول حضرتك زهايمر، يعني ليه الشرح الكتير؟ احنا فاهمين على فكرة. حالة النسيان اللي بيجيله نتيجة خبطة في الدماغ، الخبطة دي أنا هردها على البارد. طب ما تيجي نقلبه تاكسي ونركب عداد في بقه. سبب اختفائي لأننا ديما على خاطركم مش نجيب لكم معلومات تحسبوني نكتب في النت مثلا معلومات، لا لا، أنا نمشي في رحلة بحث. يعني أنا سافرت العشر أيام اللي فاتوا ومشيت لهلبة دول باش نجيب لكم خلاصة الثقافات العالم. ألو 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 الـPI وي يا ملك. أنا حكولي أني في الهندوراس. أنا حكولي الهندوراس. مش تعمل الهندوراس هو المايا والهول الحمر اللي حكيني بيجوني بفكر بفكرك يا وليش تعمل في الهندوراس انت اللي حكولي بصقوق وبراتب كل الخارج يبعث لي تذكرة نبي نروح بيجوني بفكرك الهندوراس او ما. ألو ألو نعلم كافة مستمعي ومتابعي وعد اف ام انه نظرا لثقل دم معدي هذه الفقرة وعدم امتلاكهم لروح الفكاهة والدعابة واضرارهم بمصلحة المذيعين وعدم درايتهم بالواقع الليبي فقد تقرر ان تكون هذه اخر حلقة من The Bing لهذا الموسم فقط. مش بس كلامه.